لنا الادعاء العام الامريكي ان مواطنا امريكيا اعتنق الافكار المتطرفه عبر الانترنت يدعى برناند، بالغ من العمر 21 عاما في بلده كيس بكاليفورنيا، وسافر الى الخارج في محاوله منه للانضمام الى داعش الارهابي في ليبيا. تمكن من الوصول الى تونس، لكن السلطات اعتقلت قبل ان ينفذ اولى خططه، حيث توجه من سان فرانسيسكو إلى تونس عبر اسطنبول على متن رحلة للخطوط الجوية التركية وفقا لمحكمة بروكلين الابتدائية والذي يمثل أمامها. وعند فحص جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالإرهابي، فقد كان يشاهد مواد لداعش الإرهابي الدعائية على الإنترنت، بما في ذلك شريطا مصورا يظهر عملية قطع روسي أثيوبيين خطفوا في ليبيا، بالإضافة لمتابعته للأمريكي الإرهابي المولود أنور العلوقي زعيم القاعدة في اليمن والذي قتل في عام 2011.